الدورة الثالثة للجنة المشتركة الجزائرية الهولندية تتوج بالتأكيد على دفع التعاون الاقتصادي بإلغاء الازدواج الضريبي بين البلدين ويعطى الأولوية لترقية الاستثمار والشراكة في القطاعات الحيوية. مجلس اتحاد الغرف العربية يعرض فرص ومحفزات الاستثمار بالجزائر، وسوناتراك تعلن عن اقتناء مصفات لتكرير النفط وثلاثة موانئ شحن في إيطاليا. في النشرة أيضا وعشية الشهر الفضيل، 3000 عائلة بالعاصمة تستعد لدخول مساكنها الجديدة، وأزيد من 400 مستفيد بالمسيلة. وفي النشرة، التلفزيون يرافق عمل الاستعجالات الاستشفائية ويتابع برنامج المداومة الطبية لتغطية العجز. جولة سياحية بأعالي تلمسان لاستكشاف الطبيعة والترويج عن الترويح عن النفس ضمن قافلة شبانية رياضية. نشرة الأخبار، أهلا بكم. بداية، استقبل اليوم الوزير الأول أحمد يحيى وزير الشؤون الخارجية الهولندي ستيفانيس أبراهام بلوك، اللقاء جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. هذا وتوجت اليوم أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجزائر وهولندا برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره الهولندي ستيفانيس أبراهام بلوك، توجت بالاتفاق على محضر الدورة والتوقيع على اتفاق حول إلغاء الازدواج الضريبي. كما تناولت أشغال الدورة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة منها الصحراء الغربية والوضع في مالي وفي الساحل والملف الليبي، وكذا الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وأيضا إشكالية الهجرة غير الشرعية. تقول نادية علمي. في محضر الدورة الثالثة للجنة المشتركة الجزائرية الهولندية للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره الهولندي ستيف بلوك، تم تبني جملة من التوصيات والتدابير التي من شأنها إعطاء حركية جديدة للتعاون الاقتصادي خلال السنوات القادمة. كما وقع وزير المالية عبد الرحمن رابية ورئيس الدبلوماسية الهولندية على اتفاق حول إلغاء الازدواج الضريبي بين البلدين، الذي يأتي تكملة لاتفاق الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليه سنة 2007. وفي السياق، أكد عبد القادر مساهل خلال افتتاح أشغال الدورة أن هذا الاتفاق سيساهم في تشجيع الاستثمار وإزالة العراقيل المتعلقة بتبادل السلع والخدمات بين البلدين. Ce sont là autant de raisons qu'autorisent les ambitions légitimes, celle notamment de voir la relation avec les Pays-Bas se développer davantage dans une logique d'investissement direct qui privilégie le transfert du know-how et la création de petites et moyennes entreprises ainsi que de projets porteurs de richesses et d'emplois. C'est dans cet esprit, Monsieur le Ministre, que j'invite les entreprises néerlandaises, notamment dans les secteurs où ils ne disposent pas d'une présence marquée, à manifester plus d'intérêt à notre marché et à tirer profit de la situation actuelle, ainsi que des mesures prises par mon gouvernement à la fin de rationaliser le commerce extérieur et d'encourager la production en Algérie en établissant des partenariats et des joint ventures. وعلاوة على ترقية الحوار السياسي، أجرى رئيسا دبلوماسية البلدين تقييما شاملا لعلاقات التعاون الثنائي للسنتين الأخيرتين، ورصدا الأولويات فيما يتعلق بالتعاون والشراكة مستقبلا، خاصة في القطاعات الحيوية على غرار الطاقة، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، النقل البحري وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. Partenaire commercial en Afrique du Nord. Et notre bonne coopération économique nous a même valu la croissance dans des différents secteurs. Nous souhaitons
nous appuyer sur ces solides fondations pour intensifier notre coopération et chercher ensemble à l'élargir à d'autres domaines. إضافة إلى تطابق وجهات النظر البلدين في العديد من المسائل الإقليمية والدولية، تتقاسم الجزائر وأمستردام نفس الإرادة في تكثيف التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، علما أن حجم المبادلات التجارية بينهما يزيد حاليا عن ملياري دولار. ولتعزيز التعاون الجزائري الهولندي في مجال النقل سيما البحري، قام وزير الخارجية الهولندي ستيفانيس أبراهام بلوك رفقة وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان بزيارة إلى ميناء الجزائر، حيث استقل سفينة من صنع هولندي، وتباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير ميناء الجزائر وعصرنته، وكذا التكوين في تسيير النقل البحري. التصريح في ميكروفون سنة بولقسيبات. Qu'on travaille ensemble dans le développement du port, que le bateau même où on se trouve maintenant a été bâti par une entreprise néerlandaise et maintenant utilisé ici au Alger. Et ensemble avec mon collègue algérien, nous cherchons des nouvelles pistes pour travailler ensemble dans le développement du port et le développement de l'économie en général. مذكرة تفاهم بين ميناء الجزائر العاصمة وميناء أمستردام، معروف من أكبر الموانئ في العالم. اللقاء هذا سمح باش نفعل مجال التكوين خاصة بين المدرسة العليا للملاحة تاعنا تاع أبو إسماعيل مع هولندا، وكذلك تسيير الموانئ، لأننا في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية تم اقتناء ما يقارب 26 باخرة، تم الشروع في برنامج عريض لعصرنة الموانئ. كما استقبل وزير الطاقة مصطفى جيتوني وزير الشؤون الخارجية الهولندي أبراهام بلوك، طرفان تناولا علاقات التعاون الثنائية في مجال الطاقة وأفاق تطويرها سيما في مجالي الاستكشاف والطاقات المتجددة. وفي هذا الصدد عبر الجانب الهولندي عن الاهتمام الذي توليه المؤسسات الهولندية بفرص الاستثمار الطاقوي في الجزائر. وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناتراك اليوم بروما على اتفاق مع إيسو إيطاليانا فرع المجمع الأمريكي إكسون موبيل لاقتناء مصفاة لتكرير النفط أوغستا وثلاثة موانئ شحن نفطية بإيطاليا، هذا حسب ما أفاد به بيان للشركة سوناتراك. ويتضمن الاتفاق الذي يعد ثمرة إجراء بيع تنافسي أنظمة أنابيب النفط التابعة لشركة إكسون موبيل، في حين سيتم تحويل ملكية مصنع التكرير وأصوله إلى سوناتراك مع نهاية السنة الجارية، ويمكن الاتفاق من معالجة المنتوجات الفائضة في الجزائر لإعادة استيراد المنتوجات التي تسجل عجزا على غرار غاز الوقود والبنزين. وحسب بنود العقد يضيف البيان، فستعمل سوناتراك بشكل وثيق مع إيسو إيطاليانا وإكسون موبيل لضمان استمرارية فعلية لاستغلال مصنع تكرير أوغستا خلال الفترة الانتقالية وبعدها. ومع اقتناء هذه النهائيات الثلاثة سترتفع استغلالية استهلاك الجزائر من المازوت والبنزين بعدة أيام من الاستهلاك. وبالمناسبة ثمن الرئيس المدير العام لشركة سوناتراك عبد المؤمن ولد قدور تحقيق هذا الاستثمار الأول من نوعه في التكرير الدولي بإيطاليا بالنظر إلى قربها الجغرافي والعلاقات المتميزة بين البلدين. نظمت الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة المنتدى الاقتصادي حول فرص الاستثمار بالجزائر في إطار الدورة 27+100 لمجلس اتحاد الغرف العربية، وهو اللقاء الذي ينظم لأول مرة بالجزائر بغية عرض فرص الشراكة والاستثمار والتعريف بالإجراءات المحفزة التي وضعتها الحكومة بالنسبة للقطاعات الاستراتيجية. اللقاء حضره ممثلو بعض الوزارات ورؤساء الغرف العربية ومنظمات أرباب العمل. نسعى من خلال هذا الملتقى إلى إيصال الصورة الجديدة التي يتميز بها الاقتصاد الجزائري والحركة الدؤوبة التي يعرفها مناخ الأعمال
وكذا مستويات النمو التي تم تحقيقها خاصة في السنوات الأخيرة بفضل التوجيهات السديدة والقرارات الشجاعة التي أزدى بها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. تتمتع الجزائر باستقرار سياسي واقتصادي وأمني، وهذه واحدة من أهم الميزات التي يبحث عنها المستثمرون. أيضا لا نستطيع أن ننسى الموقع الجغرافي للجزائر، والذي يجعلها أكثر تميزا، فهي قريبة كل القرب من الأسواق الأوروبية وكذلك العربية والإفريقية. وبناء على ما سبق يمكننا القول بأن الاستثمار في الجزائر استثمارا مجديا. وتم اليوم بمقر منتدى رؤساء المؤسسات بالعاصمة تنظيم لقاء من قبل النادي الطاقوي حول كيفية تسيير المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية. تم هذا بحضور مختلف الفاعلين في المجال، وكذا خبراء وممثلون أجانب لمختلف المؤسسات الناشطة. اللقاء يهدف إلى بحث سبل تحقيق الأمن الطاقوي والنهوض بالطاقة المتجددة كبديل اقتصادي. تعلمون جيدا بأن الحكومة لها برنامج مهم في هذا الميدان، ونحن كمنتدى رؤساء المؤسسات وكرؤساء مؤسسات نود أن نساهم بطريقة فعلية وفعالة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج الطموح، لأن الهدف وراء كل هذا هو الأمن الطاقوي الذي هو من الأولويات الأساسية لكل الدول بالخصوص للدولة الجزائرية. وطبعا أنتم تعرفون أن برنامج الطاقات المتجددة تم إدراجه من طرف رئيس الجمهورية على أنه من أولويات الأساسية لسياسة الطاقة الجزائرية. كنا قدمنا يعني عرض فيما يخص يعني الخبرة لمجمع سونغاز في إنجاز المشاريع الأولى كمستثمر عمومي يعني فيما يخص الطاقات المتجددة، اللي كان كلف يعني من قبل الدولة الجزائرية في تسيير المشاريع الأولى لبرنامج الطاقات المتجددة اللي كان سطره السيد رئيس الجمهورية في يعني في 2011، ومشينا يعني في هذا السياق كأولوية وطنية. وفرص الاستثمار تتيحها طبعة 51 لمعرض الجزائر الدولي الذي يفتح أبوابه ابتداء من اليوم للزوار. هذه الطبعة اختارت الصين ضيف شرف بمناسبة مرور 60 سنة على العلاقات بين الجزائر والصين، خاصة وأن حجم المبادلات بين البلدين بلغ 8 ملايير دولار. يقول حمزة أحمد بالقسام. الجزائر والصين شراكة اقتصادية وتجارية متميزة بحجم مبادلات تجارية يفوق 8 ملايير دولار، شراكة اقتصادية تم تجسيدها من خلال المشاركة الدورية للصين في معرض الجزائرية الدولي والتي كانت فيه ضيف شرف هذه الطبعة. Tous ces hommes d'affaires chinois sont très motivés pour montrer leur technologie, leur savoir-faire parce qu'ils sont vivement intéressé par ce marché. C'est un marché à très fort potentiel de développement. On constate aujourd'hui que le climat des affaires est en train de s'améliorer et on est sûr qu'il y aura de plus en plus d'opportunités. Et côté chinois, on est déterminé à saisir toutes ces opportunités pour développer encore davantage le partenariat. 58 مؤسسة صينية شاركت في هذا المعرض، حيث أكد أصحاب هذه المؤسسات التحسن الكبير لمناخ الاستثمار في الجزائر، والشراكة بين المؤسسات الجزائرية والصينية تضمن أيضا نقل التكنولوجيا الحديثة. On aimerait bien faire le transfert de technologie et puis c'est déjà stipulé dans le contrat signé avec le client. Oui, c'est exigé par le code des marchés publics. Et on aimerait bien effectuer le transfert technologique parce qu'on est là pour aider l'Algérie. Depuis à peu près 2 ans, on est installé en Algérie et on a des projets en cours et on a constaté que l'investissement, le climat d'investissement en Algérie, ça améliore tous les jours. لدينا أمل كبير في السوق الجزائرية، ونحن ندرك جيدا أنها سوق كبيرة وواعدة، كما توفر فرصا للشراكة الاقتصادية، وهذا ما نركز عليه من خلال تطوير الاستثمار في هذه السوق. مشاركة الصين في معرض الجزائر الدولي تزامن الذكرى 60 لإقامة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
في التعاون الجزائري الموريتاني أشرف اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار ونظيره الموريتاني سيدي ولد سالم على توقيع اتفاقية تعاون قدمت بموجبها الجزائر منحا دراسية في كل المستويات للطلبة الموريتانيين. كما قدم طاهر حجار 3 آلات طباعة ثلاثية الأبعاد من صناعة جزائرية. من جهتها منحت وزارة التعليم العالي الموريتانية فرصة للباحثين والطلبة الجزائريين للتكوين في مجال البحار والمحيطات. منح الدولة الجزائرية للشقيقة موريتانيا 200 منحة في مختلف التخصصات، منها حوالي 150 منحة في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا وتخصصات تطبيقية في المعاهد التقنية، والباقي للعلوم الإنسانية وبعضها أيضا مخصص للدكتوراه والماستر ولما بعد الدكتوراه البوست، 5 منح للبوست دكتوراه. هذا بالنسبة للمنح. ومن جهة ثانية أيضا الإخوة في موريتانيا قدموا لنا 50 منحة في مجالات تهم البلدين وتتوفر في موريتانيا، وبالضبط في علوم البحار وفي العلوم الإنسانية وفي بعض الأمور التقنية والتكنولوجية. بكل جوارح مدى التعاون الأصيل الشريف اللي نحظى به من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منذ عقود، يعني منذ الاستقلال، ونسعى إن شاء الله في تعزيز هذا التعاون وهذه الشراكة. وليس غريب علينا كل ما نجده في الجزائر منذ هذا الزمن. في ملف السكن، واستكمالا لعملية الترحيل وإعادة الإسكان، تشرع ولاية الجزائر غدا في المرحلة 3 والأخيرة لعملية إعادة الإسكان 23، والتي ستمس حوالي 3000 عائلة بالصيغتي العمومي الإيجاري والاجتماعي التساهمي. المزيد من التفاصيل مع إنصاف بوخالفة. نا صافي برسك 38 عام ملي راني هنايا، مي زونفون ايزون ايتي ايلفي كامل هنايا، لاميونت يافي دي كافار دي سوري، حصلوا علينا من كل شيء ليميديتي. ونشكروا ان شاء الله الحمد لله اللي فتح علينا ربي والرئيس ديالنا السيد عبد العزيز بوتفليقه، ان شاء الله ربي يطول في عمره ان شاء الله. لاميونت كلاتنا الحمد لله يا ربي، الحمد لله نحمد ربي ونشكره. إذن بفضل الله ونشكر الشكر الجزيل إلى رئيسنا عبد العزيز بوتفليقة. هي وعود الحر، وعود دولة تجسدت في برامج سكنية للقضاء على السكنات الهشة، تأبأ أن يعيش أولادها بين صفيح القصدير وجدران تآكلت بمادة لاميونت. راني فرحان اختي العزيزه، وان شاء الله ربي يفرح كاع الجميع ان شاء الله، والحمد لله ربي يفرج عليهم في هذا رمضان، وان شاء الله العقوبه اللي مازال ما داهاش ان شاء الله ربي يكمل لهم كاع ويدخلوا لديورهم في الخير ان شاء الله. ومع الشهر الفضيل، ها هي المرحلة 3 من العملية 23 تتجسد على أرض الواقع، وهي تخص 2000 عائلة موزعة على 9 مقاطعات إدارية، منها 12 موقعا للبيوت الهشة و8 نقاط سوداء، بالإضافة إلى 1000 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعية تساهمي. 2000 وحدة سكنية سكن عمومي إيجاري، و 1000 وحدة سكنية اجتماعي تساهمي. مع الحصة هذه نتاع العملية المرحلة الثالثة لعملية 23، نوصلوا ل 44000 وحدة سكنية. 44000 وحدة سكنية، وقلت لكم باللي بالنسبة لهذا النمط كاين الشيء اللي مسجل 84000 وحدة سكنية. معناتها استهلكنا 44000 وحدة سكنية، مازال عندنا 40000 وحدة في الإنجاز وقبل التوزيع في المستقبل إن شاء الله. العملية ستدوم 3 أيام في إطار عمليات الترحيل وإعادة الإسكان في محاورها 5، في انتظار المرحلة 24 والتي تخص 8000 وحدة سكنية.
وبرنامج سكني ثري بمختلف الصيغ استفادت منه ولاية المسيلة خلال هذه السنة، وعملية الترحيل وإعادة الإسكان متواصلة، حيث استفادت أزيد من 400 عائلة من مساكن جديدة ضمن السكن العمومي الإيجاري المتبع لوليد ساري. بعد معاناة دامت سنواتها، هي أكثر من 400 عائلة بولاية المسيلة تستفيد من مساكن جديدة ولائقة ضمن برنامج السكن العمومي الإيجاري. العملية مست عدة بلديات بالولاية على غرار بلدية شلال المعاريف وبلدية ولاد ماضي وخطوط سيد الجير. الله يرحم الشهداء وكثر خير رئيس التفريقة، والحمد لله الحلم تحقق. نشكر فخامة الرئيس بوتفليقة ونشكر الجزائر ونشكر الدولة الجزائرية. استفدنا بسكن اجتماعي بعد معاناة. نشكر الرئيس تاعنا بوتفليقة، الله فيه يعطيه الصحة. هذا واستفادت الولاية من برنامج سكني جديد قوامه 16,000 وحدة سكنية من مختلف السياق. في برنامج فخامة رئيس الجمهورية أكثر من 10,000 سكن سوف ينطلق في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله، وهذا ناهيك عن يعني البرنامج اللي استفادت به الولاية في الأيام الثانية الأخيرة، وهو 6,000 سكن منها 4,000 سكن ريفي و 2,000 سكن لصيغة الألبية. دونك وهذا نطمئن بين المواطنين تاع الولاية تاع المسيلة باللي فيه وتيرة إنجازات وتيرة إن شاء الله تسليم المفاتيح قوية إن شاء الله. مشاريع سكنية هامة ستساهم بلا شك في تقليص أزمة السكن بولاية المسيلة. إلى الانشغال الصحي، تشهد الأقسام الاستعجالية ببعض مستشفيات العاصمة برنامج مداومة لتغطية العجز في ظل تمسك الأطباء المقيمين بمطالبهم. الزميلة نادية دراجي تابعت الموضوع من قاعة العلاج إلى مختلف مصالح التكفل الطبي، وعدت بالروبورتاج التالي نتابع. الساعة 10 صباحا عندما بدأنا مرافقة عمل المداومة بالأقسام الاستعجالية لبعض مستشفيات العاصمة. الحال هنا بالمركز الاستشفائي الجامعي جلال بن عامة الدويرة يقيمه هذا المواطن الذي قصد قسم الحروق. قطع لي النيلو، تحرقت دوزيام دوغري، والحمد لله عندي واحد شهرين هكذاك، الحمد لله راني نشعر بتحسن وما شاء الله راني نجي وراهم يتهلاو بيا ويداويوني ما شاء الله. نهار الجمعه جيت هنايا قولي ما داروا لي دري اخي يسمى دري دار لي فاسما ورحت. صح كاين خدمه بوكو بيس، حنا سي فري كون بيزوان دي ريزيدون، صح يعاونونا بزاف خدامين معانا، مي اون دوا فير افيك سي اون بيريود جيسبر كو تفرا وخلاص. Les urgences, c'est des généralistes qui se donnent la peine et ils ont le courage de faire face à un flux important de malades. استعجالات جراحة العظام عمليات الإسعاف بها كانت عادية، إلى أن تعالى صوت إحدى مرافقات مريضة جيء بها على جناح السرعة. ويلي لم هذه المتخ أسيستان ويلي لا مالاد اللي على الإكستيريور دون لامبيلانس في السخانة أوبيري 75 عام. استفسرنا عن مكان وجود الطبيب المساعد فكان لنا معه هذا اللقاء. رانا ان بو بارتو اون ميم طون، رانا في الكونسلتاسيون في البلوك في لي زورجونس باش نحاولوا ان شاء الله نسلكوا. كذلك نشوفوا بالك لي باسيون متقلقين كيجوا. يقدروا يتقلقوا لانه لي غارد المناوبه كانت تمشي بست سبع اطباء، الان راهي تمشي بطبيبين او ثلاث. بالطبع يكون شويه الوقت الانتظار يكون زايد شويه على المعتاد. ضمان الحد الادنى من الخدمات بعد اعلان الاطباء المقيمين وقف المناوبه في 29 افريل الفارط وتمسكهم بتلبيه مطالبهم ضاعف من مهمه الاطباء في اقسام الاستعجالات. باسكو سي لي زورجونس استعجالات فيها الضغط ودركا اون بلوس كي زادوا راحوا لي ريزيدونس سي انكور بلوس. شكون اللي يخدم دار نو سي لي جينيراليست نو اون مي اون اسوم. بالوقت يكون صعيب لا بريزون شارج ريسك داتر تري ديفيسيل افيك لو طون باسكو حنا فيزيكمون اون اريف بلو ا اون اريف ا ريبوندر مي تري ديفيسيلمون سور لو بلان فيزيك. الحد الادنى في الاستعجالات لازم يكون يعني
بدليل انه لي زوبيراسيون من دارو لا لا كاين عمليات جراحيه كاين يعني المريض اللي هوسبيتاليزي اللي بري ان شارج نورمالمون اون نو بو با لي زورجونس اون نو بو با نو با بروند لي مالاد ان شارج سي با بوسيبل. أعلنت وزارة العدل في بيان لها اليوم عن تنظيم مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي، هذا بتاريخ 30 جوان القادم، وذلك في حدود 1500 منصب مفتوح، وعلى الأشخاص الراغبين في المشاركة إيداع ملفاتهم على مستوى المجالس القضائية لمقر إقامتهم، حيث يتم بالنسبة للمقيمين في ولاية الجزائر إيداع الملفات على مستوى محكمة الدار البيضاء التابعة لمجلس قضاء الجزائر. وبالنسبة لولاية الجنوب الدرار، إليزي، بشار، تمنراست، تندوف، ورقلة وغردايا يتم إيداع الملفات على مستوى المجالس القضائية أو المحاكم التابعة لها بمقر إقامة المعني. وأضاف البيان أن التسجيلات تفتح من 9 إلى 28 ماي الجاري، يختم البيان. أشرف اليوم المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل بعنابة على تدشين مرافق أمنية واجتماعية جديدة، كما أشرف أيضا على افتتاح الطبعة 76 للأيام الإعلامية المفتوحة حول الأمن الوطني، المتابعة لحسن مدطلة. سمحت الأيام الإعلامية حول مصالح الأمن الوطني من اكتشاف أهم الوسائل التقنية الإدارية والاجتماعية التي تستعملها مصالح الأمن في أداء مهامها. السيد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل زار الأجنحة المخصصة لهذا الغرض، وقد أسدى التوجيهات وأعطى التعليمات اللازمة بضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الوسائل، كما وقف بالمناسبة على مستوى جاهزية مصالح الأمن من خلال هذه العروض المتميزة. من جهة أخرى تدعمت مصالح الأمن بولاية عنابة بمقرين أمنيين جديدين ببلدية البوني وعنابة، وهو ما سيعزز التغطية الأمنية بهذه الولاية الساحلية وسيسمح بتطبيق الإجراءات القانونية في ظروف ملائمة. وكيفاش راهي ندير الاستقبال على مستوى الكوميساري؟ بمجرد ما يطلب المتهم من الضبطية الاتصال بمحاميه أو بأهله يلبى له الطلب تاعه، وعلى الفور عندما يتصل بالمحامي تاعه يحضر المحامي تاعه ويستقبل بكل حرية في المكان المخصص له. وفي مجال الدعم اللوجستيكي، مصلحة جهوية جديدة للعتاد، من مهامها دعم مصالح الأمن للجهة الشرقية للوطن بالعتاد بمختلف أنواعه. ولم تخلو زيارة السيد المدير العام من الجانب الاجتماعي، بحيث تم توزيع 145 استفادة خاصة من برنامج عدل وملاحق لمركز الراحة العائلية بمنطقة عين عشير. أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقف تمسي مفارز للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من بومرداس والبليدة وتبسة، وفي السياق نفسه وإثر عملية بحث وتمشيط ببرج بوعريريج كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 12 مخبأ للإرهابيين و8 قنابل تقليدية الصنع، في حين استرجعت مفرزة أخرى بندقية مضخية وكمية من الذخيرة، وكشفت ودمرت مخبأين ومعدات تفجير ومواد غذائية وأغراض أخرى بجيجل. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش 39 كيلوغراما من الكيف المعالج بوهران، في حين أوقف عناصر والدرك الوطني 5 أشخاص متورطين في شبكة لعمليات الهجرة غير الشرعية بمست غانم، كما تم توقيف 13 مهاجرا بطريقة غير شرعية بعين صالح. وتعزيزا لرابطة جيش أمة، نظمت مدرسة ضباط الصف للإشارة الشهيد حميدي الطاهر بتيارت، نظمت أبوابا مفتوحة أشرف عليها العقيد بن يوسف محمد قايد قائد أبو
قائد المدرسة بحضور قائد القطاع العسكري بتيار، تتظاهر فرصة للجمهور للاطلاع على قرب أو عن قرب على سلاح الإشارة والوسائل البيداغوجية المتوفرة بالمدرسة والتي تعكس مدى مواكبتها للتطور التكنولوجي الذي يعرفه سلاح الإشارة. كما نظمت المدرسة التطبيقية لمدفعية الميدان الشهيد عاشور مصطفى ببوسعادة بالمسيلة أبوابا مفتوحة، أشرف عليها قائد المدرسة العميد صالح بوطبة. التظاهر فرصة للجمهور والطلبة للتعرف عن كثب على المدرسة من حيث الهياكل والمنشآت وفرص التكوين والتعليم، وكذا الوسائل البيداغوجية الموفرة أو المتوفرة والتعريف بسلاح المدفعية بصفة عامة. في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات. الشبكة مكونة من 5 أجانب وثلاثة جزائريين ينشطون بمحور العاصمة وعدة ولايات جنوبية حدودية، حيث يحولون إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. نستمع. مصالح أمن ولاية الجزائر تمكنت من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدر الصلب متكونة من 5 رعايا أجانب وثلاث جزائريين. تم حجز 1 كيلوغرام من الكوكايين والهيروين، 20 هاتف خلوي و22 مليون سمتيم. الموقوفين سيحالون إلى السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر في قضيتهم. بوري الثرى اليوم بمقبرة سيدي فرج بالعاصمة جثمان والمجاهد والإعلامي عبد القادر نور الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 87 سنة. وتم هذا بحضور وزير الاتصال جمال كعوان وبعض من رفقاء درب الفقيد وعدد من أصدقائه وأفراد العائلة. فقيد كان مجاهد، كان أحد أصوات إذاعة الثورة الجزائرية، وكان من مشيدين المنظومة الإعلامية الجزائرية بعد الاستقلال. إنسان مثالي، وإن شاء الله يكون قدوة لشباب اليوم، صحفيين تاع اليوم، ورحمة الله عليهم. وإثر هذا المصاب تقدم وزير الثقافة عز الدين مهوبي بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. بمقر الهلال الأحمر الجزائري، سلم السفير الصيني بالجزائر يانغ وانغ يو مساعدة مالية للشعب الصحراوي دعما للجهود الإنسانية الموجهة للشعب الصحراوي، تسلمها رئيس الهلال الأحمر الصحراوي بوحابيني يحيى، هذا بحضور رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس. السفير الصيني أثنى بالمناسبة على الجهود الإنسانية المبذولة لدعم القضية الصحراوية وإصرار الشعب الصحراوي على الانعتاق والتحرر، وأكد أن بكين ستواصل دعمها للقضايا العادلة في العالم. تسلمت اليوم الجزائر رئاسة دورية لمجلس وزراء الإعلام العربي، وهذا خلال أشغال الدورة 49 للمجلس بالقاهرة. وخلال تدخله في أشغال الاجتماع، أكد سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي، أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها الإعلام العربي وضرورة تعزيز دوره من أجل الرقي إلى مستوى عال من التنسيق والشراكة من أجل الدفاع عن قضايا الأمة وعن مصالحها المشتركة ومواجهة التحديات المفروضة بمختلف أبعادها. وبالمناسبة، ثمن نذير العرباوي مواقف الجزائر الثابتة إزاء الظروف التي تمر بها المنطقة العربية. انطلقت بتونس أشغال الدورة العادية 24 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليسكو بحضور سفير الجزائر بتونس عبد القادر حجار. المشاركون أكدوا على أهمية تجفيف منابع التطرف والإرهاب الذي زاد منسوبها بسبب ظروف اقتصادية ونفسية واجتماعية.
في إيران هدد الرئيس الأمريكي طهران بعواقب وخيمة في حال إعادة إطلاق ما سماه بالبرنامج النووي، فيما جدد الاتحاد الأوروبي التزامه باتفاقه مع إيران. وفيما أكدت طهران، أكدت أن مفاوضيها عملوا بجد في الاتفاق لكنهم فشلوا في الحصول على ضمانات كافية من واشنطن. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران وفية لحد الآن بالتزاماتها النووية ضمن اتفاق 2015. في موضوع آخر، أكدت واشنطن أن مكان وزمان القمة المرتقبة مع كوريا الشمالية سيتم تحديدهما في غضون 3 أيام، حيث يتباحث وزير الخارجية الأمريكي أجندتها في كوريا الشمالية التي أطلقت سراح 3 أمريكيين كانوا محتجزين لديها في بادرة حسنينية. للتذكير، استضافت طوكيو في وقت سابق قمة ثلاثية بين الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني ورئيس مجلس الدولة الصيني، حيث عبروا عن دعمهم لنتائج قمة الرئيسين الكوريين الداعية إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. أشرف اللواء لحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى بالنادي الجهوي للجيش الوطني الشعبي بالبليدة على حفل تكريم منتخب الناحية العسكرية الأولى بعد تتويجه بالكأس العسكرية الوطنية للمرة 9 في تاريخه وللمرة 2 على التوالي. ويأتي هذا التكريم عرفانا بالمجهودات الجبارة التي بذلها الفريق، وليؤكد حرص القيادة العليا للناحية العسكرية الأولى على دعم وتشجيع الرياضة العسكرية وحث اللاعبين على بذل المزيد من الجهد من أجل تطوير الرياضة العسكرية. نواصل مع الرياضة. وفي كرة القدم، يواجه في هذه الأثناء المنتخب الوطني للمحليين نظيره السعودي وديا بملعب رامون دي كارانزا بمدينة كاديكس الإسبانية في مقابلة تتابعونها عقب النشر على القناة الأرضية. حظ موفق للنخبة الوطنية. نظم النادي الرياضي الهاوي للتسلق والرياضة الجبلية بتلمسان جولة في رياضة المشي بأعالي تلمسان، هذا لاستكشاف المنطقة وأيضا ممارسة الرياضة في إطار طبعة الأولى لعيد رياضات الطبيعة. يوسف رزيق والمسيد. هي نزهة بطابع رياضي سياحي وثقافي، يتهيأ هؤلاء لخوضها بأعالي تلمسان ببلدية ترني بن هديل. نزهة ستسمح لهم بممارسة رياضة المشي بفوائدها المتمثلة في رفع اللياقة البدنية والتخفيف من التوتر وإراحة الأعصاب بعيدا عن ضوضاء المدينة. رحنا رايح لروندوني إن شاء الله لعين صفا، منطقة تاع طريق ليغروت، أبري واحد 3 كيلو ألي روتور. بون الطريق مليحة، باركور شباب. المشي لساعات طويلة ذو قيمة كبيرة عند هؤلاء محبي المغامرة والمتعة. جبت الواليدة وجينا في الحق ما ندمناش، وكونتخير صبنا روحنا بلي راتينا دي زوكازيون افون، ودروك نورمالمون عزمنا باش اشاك روندوني ان شاء الله. صح، يعني كل موعد رحنا هنا. صح، المشي مفادنا ماشي غير في الصحة، يعني حتى واحد حس بهذاك الهدوء بعد على المدينة والضوضاء والدراري والخدمة والأعصاب، وجهنا ريح اكتشف يعني الشيء الغريب انه تكتشف منطقتك. يعني المشي في الطبيعة يحسن الصحة والمزاج ويخلص من ضغوطات الحياة ويسمح بممارسة السياحة الداخلية واستكشاف كامل ربوع الوطن. نمر إلى التذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا اليوم. الدورة الثالثة للجنة المشتركة الجزائرية الهولندية توج بالتأكيد على دفع التعاون الاقتصادي.
بإلغاء الازدواجية الضريبية بين البلدين وإعطاء الأولوية لترقية الاستثمار والشراكة في القطاعات الحيوية. مجلس اتحاد الغرف العربية يعرض فرص ومحفزات الاستثمار بالجزائر. وسوناتراك تعلن عن اقتناء مصفات لتكرير النفط وثلاثة موانئ شحن في إيطاليا. تابعنا كذلك وعشية الشهر الفضيل 3000 عائلة بالعاصمة تستعد لدخول مساكنها الجديدة وأزيد من 400 مستفيد بالمسيلة. وفي النشرة التلفزيون رافق عمل الاستعجالات الاستشفائية وتابع برنامج المداومة الطبية لتغذية العجز. كانت لنا في النشرة أيضا جولة سياحية بأعالي تلمسان لاستكشاف الطبيعة والترويج الترويح عن النفسية ضمن قافلة شبانية رياضية. أخبارنا متواصلة عبر النت، الفيسبوك، اليوتيوب والموقع الرسمي للتلفزيون الجزائري ENTV.dz. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. السلام عليكم.